وينضم معنا الآن الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور عباس في نشرتنا. أهلا وسهلا. يعني صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت عن تقرير حكومي لم ينشر بأن الطائرات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي في العراق انطلقت من مواقع عسكرية من سوريا، يعني قواعد أمريكية عسكرية من سوريا. ما سبب عدم نشر هذا التقرير برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام. طبعا منذ أن تعرض العراق إلى اعتداءات متكررة من قبل الطائرات المجهولة الهوية، وبعدها اتضحت الرؤية أنه هناك طائرات إسرائيلية وهناك طائرات أيضا أمريكية لضرب مواقع كثيرة بالحشد الشعبي، خاصة مواقع الحشد الشعبي والأسلحة وكثير من الأماكن. للأسف الشديد اليوم هذه الطائرات، سبق وأن قلنا في الإعلام وتحدثنا، هي ربما كنا نقول ربما انطلقت من قواعد أمريكية، ولكن اليوم تتضح الرؤية، وعندما تتحدث مجلة بريطانية بهذا المستوى وبهذه الرؤية الواضحة والدقيقة، لابد أن يصغي لها العالم أن هناك طائرات إسرائيلية تحاول دائما ضرب كل المواقع، وهذه أحد خيوط المؤامرات التي تحاك اليوم ضد الشعب وفصائل المقاومة. للأسف الشديد لحد الآن في العراق لا نمتلك رؤية، يعني لحد الآن نحن غير متفقين، هل هذه الطائرات أمريكية إسرائيلية؟ من أين انطلقت؟ كيف جاءت وضربت مواقع في الحشد الشعبي أو في بعض الذخيرة والسلاح؟ لكن اليوم تتوضح الحقيقة، وقلناها في الإعلام وتحدثنا كثيرا. دكتور عباس عذرا المقاطعة، يعني الصحيفة أيضا أكدت أن الرادارات العراقية كشفت هذه الطائرات المسيرة. برأيك لماذا لم تبلغ الحكومة قوات الحشد الشعبي؟ لماذا لم تنبه الحكومة هذه المواقع بأن هناك طائرات دخلت في الأجواء العراقية؟ للأسف يعني اليوم أكو هناك تناقض في كثير من المواقف السياسية، وهذا أثر على المشهد الأمني، يعني أكو تقاطعات سياسية أثرت بشكل كامل على المشهد الأمني داخل المنظومة الأمنية في العراق. يعني يفترض اليوم عندما تكون هناك طائرات في السماء، عندما تكون هناك طائرات متوجهة لضرب مواقع، وهذا لم يخفي على أحد، يجب أن تكون هناك يعني ترسل برقيات إلى أماكن، خاصة مواقع الحشد الشعبي، مواقع الأسلحة، مواقع القطاعات العسكرية بشكل مفصل. يعني احنا عندنا لدينا يفترض أن تكون منظومة وهي تشترك فيها كل القطاعات العسكرية، لكن اليوم عندما تخفى هذه المعلومات يؤسفنا أنه نقول أن هناك أجندات اليوم سياسية لا تريد اليوم أن تنصف يعني هذه الأماكن، وإنما اليوم للأسف وجدنا هناك تيار موجود داخل المنظومة السياسية ربما لا يأبه لخطورة ما يحدث اليوم من ضربات جوية. طيب لماذا تخفي الحكومة مثل هكذا معلومة دكتور عباس؟ انخفت هذه المعلومات، أما هي متقصدة ولا تريد كشف هذه الأمور، وأما هناك ضغوط أمريكية عليها. وأنا أعتقد أن اليوم هناك ضغوطات كبيرة على العملية السياسية بأكملها وعلى القرار السياسي، لذلك اليوم كثير من الأمور لم يتم كشفها من خلال الإعلام أو من خلال البرقيات لهذه الدوائر. أعتقد اليوم يفترض أن تكون هناك رؤية كما ذكرت لك، هذه الرؤية تتمثل بتوضيح ما هي الضربات، وأن نحاول جد الإمكان الحفاظ على جنودنا، الحفاظ على مواقعنا، الحفاظ على سلاحنا، وأن لا نبقى رهينة لأمريكا وغير أمريكا تتلاعب في مصير العراقيين، وأن نكون أقوياء، لأنه اليوم هذه السياسة، سياسة الخنوع حقيقة لا تنفع. اليوم أمريكا لا تحترم الضعيف، اليوم أمريكا تريد أن تحترم القوي، وشاهدنا كيف أنها احترمت إيران عندما أوقعت الطائرة على الحدود. لماذا اليوم لا نتصرف بهذه القوة التي نمتلكها؟ اليوم لدينا قدرات، لدينا قدرات في السلاح، لدينا قدرات في المقاتلين، يفترض اليوم أن نكون أكثر حدة وأن لا نسمح لمثل هذه التخرصات ومثل هذه الإرادات المتقاطعة. دكتور عباس، نتحول إلى الملف السياسي في هذه النشرة. يعني وزير الصحة على العنوان قدم استقالته إلى رئيس الوزراء، ولكن رئيس الوزراء رفض هذه الاستقالة وأعطى إجازة مفتوحة. يعني برأيك كيف يمكن معالجة أو تفسير ذلك وتفسير أداء ذلك على باقي الوزارات؟ حقيقة خلينا نكون واضحين، لا يوجد شيء بالقانون إجازة طويلة،
وهذه ايضا بدعه جديده تتبعها يعني الدوائر السياسيه للاسف الشديد. استقاله خلص استقاله. الاستقاله تقدم وتناقش في مجلس النواب. وبعدها يتخذ القرار. اما يعطى اجازه مفتوحه هذا لا غير موجود في النظام. يعني يفترض احنا اليوم صار اكثر من سنه على تشكيل حكومه، للاسف هذه الحكومه لم تقدم شيء لحد الان. كانت هناك يعني كما اشار السيد رئيس الوزراء في كثير من الاحاديث انه هناك لديه مشروع، لديه يعني برنامج حكومي، لكن هذا البرنامج الحكومي لحد هذا اليوم لم يجد المواطن منه شيء على الواقع، بل بالعكس اليوم اصبحت كثير من الخدمات مترديه الى أسوأ ما يمكن. والدليل على هذا لا يوجد اليوم اي انجاز لهذه المده سنه، واليوم انا اتوقع كثير من الوزراء الذين لا يستطيعون اليوم العمل، يعني وزير الصحه عندما استقال لم يكن يعني صدفه، بل نتيجه ضغوط الاحزاب والكتل السياسيه عليه، لذلك اعلن صراحه انه غير قادر على العمل. طيب وتحدث كثيرا في الاعلام. دكتور عباس، يعني سبب الاستقاله لوزير الصحه الدكتور علوان يعني كانت بسبب الضغوط التي ذكرتها. طيب دوله رئيس الوزراء لماذا لم يعالج هذه الضغوط؟ يعني لماذا لم يقم ب عدم منحه الإجازة وإبقائه في منصبه ومعالجة الضغوط التي توجه لهذا الوزير؟ أيضا اليوم رئيس الوزراء يخضع لضغوط. رئيس الوزراء عندما جاء وشكل الحكومة لا يمتلك حزب ولا يمتلك كتلة كبيرة، لم تكن هناك الكتلة الكبيرة، واعتمد على الكتل اللي موجودة التي رشحته ليكون رئيسا للوزراء. اليوم عندما وضع نفسه رئيسا للوزراء وتم إقراره من قبل البرلمان، للأسف الشديد لا زالت الضغوط عليه، وعندما قيل إنه سوف يقوم باختيار الوزراء بنفسه هذه حقيقة أيضا لم تكن حقيقة، بل كانت مجرد خيال، إنما الكتل نفسها رشحت الوزراء والدرجات الوظيفية الأخرى. لذلك اليوم هو أيضا يواجه هذه الضغوط، لذلك ما قدر اليوم يسوي شيء، وأعتقد ستكون هناك استقالات بالمستقبل بسبب الضغوطات الكبيرة. اليوم هناك أطراف سياسية تضغط على الوزراء، واليوم تذهب إلى الوزير إذا ما تعطيني مقاولة أو تعطيني هذا الامتياز سوف أستجوبك بالبرلمان. للأسف الشديد اليوم يجب أن نترفع عن هذه الأمور وأن نمضي في استجوابات، إن كانت أكو استجوابات مهنية، بعيدا عن التسييس وبعيدا عن الضغوطات. النائب رياض التميمي دكتور عباس قبل فترة نشر على صفحته على الفيسبوك أنه يعلن إيقاف إجراءات الاستجواب بحق أو وزراء الاتصالات والزراعة والنقل، ثم عاد ونفى الخبر على نفس الموقع وقال وبرر أنه الموقع كان مخترق. يعني هل أيضا مورس الضغوط على النائب رياض التميمي؟ وما الذي يخشاه هؤلاء الوزراء من عملية الاستجواب؟ طبعا احنا اكو اسس ديمقراطية واكو اسس ايضا دستورية، يعني اليوم البرلمان هو جهة تشريعية تشرع القوانين وتراقب وتحاسب. اليوم متى ما اتفق البرلمانيون بشكل كامل على استجواب اي وزير بشكل مهني ووضع الأسئلة اللازمة، أما تقويمه وإعادته إلى وزارته وإما رفع الثقة عنه وترشيح بديل، كل اللي يحصل اليوم في وزاراتنا وكل الاستجوابات التي حصلت بالسنوات السابقة والآن هي استجوابات سياسية. لذلك ترى هذا اليوم التوافق وعدم التوافق، ترى يذهبون إلى الاستجواب وحين تأتي الضغوطات من جهات أخرى، لأن معظم الوزراء اليوم ينتمون إلى كتل سياسية والكتل السياسية هي رشحتهم، لذلك اليوم هذا الشد يعني الجذب بين الكتل السياسية قد يضفي طابع آخر على الاستجوابات. لذلك ترى البرلمانيين تارة يستجوب وتارة يتراجع. للأسف الشديد نحن نحتاج إلى رؤية حقيقية يقدمها البرلمان، يستجوب أو لا يستجوب، وفي حالة الاستجواب يجب أن يكون الاستجواب مهني بعيد عن الاصطفاف الحزبي والمذهبي والعشائري، وأن نمضي في استجواب حقيقي من خلاله يخدم الشعب العراقي. الدكتور عباس الجبولي رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا.